السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل بروفايل، بحيث لو انت عندك حيطة مثلا عايز تحط كرانيش، او لأي سبب من الاسباب عايز ترسم شكل 2D وتبدأ تاخد المتساق بتاعه، يبقى سهل بالنسبة لك. انا لو عندي الحيطة ديت وعايز اعمل مثلا سويب، عايز بقى بدل الشكل المربع دوت يبقى في شكل تاني كده جاهز ابدا اشتغل بيه، فاقول له فايل واقول له فاميلي، وابدا بقى اشوف البروفايل اللي موجود. اهوت في انواع تانية برضو ممكن تختار منها، هوستد وريفيل وريل وهكذا. طيب هنا هو مديك حاجة ترسم هنا التوني بتاعتها، تقدر تيجي هنا هتلاقي ده البروفايل اللي موجود اهو. طيب خلينا نيجي نقول له لاين، وتبدأ بقى ترسم شكل زي ما انت عايز. ممكن ترسم اقواس بقى، حاجة بالشكل ده. وبعد كده اقول مثلا لود انتو بروجكت، طيب خلينا بقى اخش في 3D اهوت، هتعمل سيلكت لي الشكل دوت، وهندخل اديت. طيب وهاجي هنا هقول له ان انا عايز الفاميلي واحد، وقول اوكي، هلاقي ان الشكل اللي انا رسمته ظهر عندي زي ما انت شايف.